يوما بعد آخر تثبت الحكومة أن حضرموت لا تزال بعيدة كل البعد عن اهتماماتها، وبذات الوقت تثبت المبادرات الشعبية والمجتمعية في المحافظة المنكوبة على جميع الأصعدة أنها لا تزال قادرة على خوض التحدي حتى الرمق الأخير. فالمبادرات الشعبية والمجتمعية لا تكل ولا تيأس طالما والأزمات لا تتوقف. كان أحدث تلك المبادرات هي حملة المساندة لمرضى فيروس حمى الضنك التي ينفذها مجلس تنسيق مكاتب قبائل يافي حضرموت، والتي تتمثل في تحمله لكافة تكاليف العلاجات والمحاليل الطبية وتقديمها بصورة مجانية للمرضى الذين يصلون للمستشفى، والذي اضطرت إدارته مؤخرا إلى افتتاح أقسام خاصة بالكوارث الفجائية لاحتواء الأعداد المتزايدة للمرضى، مؤكدة أنها لم تتحصل على أي دعم من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد منذ مارس الماضي. هذا العام الأزمة في ذروتها، ومخصصات الأدوية، شراء مناقصات الأدوية لم تأتي من المركز، فاستغلينا بعض الأدوية الموجودة من العام من مناقصات العام 2014، مما اضطرنا إلى إلغاء العمليات الروتينية والحفاظ على سير العمليات الطارئة تقديرا للوضع المعيشي الذي يعيشه مواطنينا في حضرموت. فيما تستمر الحكومة في تجاهل تدهور الأوضاع الصحية في حضرموت، تستمر الجهود الشعبية والمجتمعية في محاولة التخفيف من وطأة ذلك التجاهل، لكن إلى متى؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.